بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وصلاة الله وسلامه على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته أجمعين، ورحمة الله ومغفرته للتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ضيوفنا الكرام، نحييكم بتحية من القلب يطيب شداها مسكا وريحانا، تحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا ويضفي على أمسيتنا أنسا وسرورا. فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثواكم ومثواكم. جمعنا المبارك، أمسيتنا هذه غايتها وهدفها التعرف على دين الله وكتابه من خلال دروس ومحاضرات وحلقات حفظ وتدارس نجتمع فيها حول كتاب الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأل الله أن يجعلنا ممن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة وممن يذكرهم الله فيمن عنده. نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي أساتذتنا خير الجزاء ويجعلهم مرآة تعكس نور الإيمان إلى قلوبنا. معاشر الصالحين والصالحات، إن خير ما نبتدئ به أمسيتنا تلاوة عطرة تشرح صدورنا مع القارئ ابن مدينة زاغورة وإمام مسجد عبد الله بن عباس بالدار البيضاء سيدي أسامة مناور. تفضل، جزاك الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأشكركم جزيل الشكر، لجنة المسجد التي أتاحت لنا هذه الفرصة، والتي أتشرف بها أيضا أن أكون بجوار أستاذنا وشيخنا سيدي ياسين العمري حفظه الله. ولا أرى خيرا من هذا المنبر أن أكن له حبي واحترامي له، فإني أحبه في الله. سأل الله جل وعلا أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وأن يكثر من أمثاله. خير ما أفتتح به تلاوة من سورة النساء، ولعلها تكون مناسبة للمقام، فأتلوها على مسامعكم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل التوفيق والقبول والإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم
إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. جزاك الله عنا خيرا أخ أسامة مناور. إخوة الإيمان، محاضرتنا لهذه الأمسية بعنوان مسلم ولكن بين الثبات والتقصير، يقدمها فضيلة الشيخ والأستاذ ياسين العمري، رجل غني عن التعريف، مدرس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالحسن الثاني، حائز على دبلوم الأهلية لتدريس تقنيات التعبير والتواصل من كلية علوم التربية، وعلى إجازة في اللغة الفرنسية وآدابها، ومحاضر على الصعيد الوطني والدولي كذلك. نسأل الله أن يزيده من فضله وعلمه ويرفع من قدره وشأنه. قبل أن أعطي الكلمة للأستاذ ياسين، أود أن أذكر ضيوفنا الكرام أن الأسئلة حول المحاضرة سيتم استقبالها عبر البث الحي. من فضلكم لا تنسوا إغلاق ناقل الصوت. أعتذر، الكلمة لكم أستاذ ياسين، وأعتذر إن قصرت في حقكم. تفضلوا، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، فشكر الله لمجموعة الشباب بمؤسسة الزراعة والبيطرة بفرع البستنة بأكادير على هذه الدعوة الطيبة المباركة، ويشهد الله أنه ليسوا هم من يتشرفون بدعوتي، بل أنا من يشرف بهذه الاستضافة الطيبة بين شباب متحمس، يعني يذكرنا في تلك الأيام التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أفضل منها، يذكروننا بتلك الأيام التي كانت فيها الحماسة من أجل العمل الدعوي والاجتهاد والطلب، وهذا يعني مما أشرف به أن أتواجد بينهم، وخصوصا بينهم حملة كتاب الله عز وجل. وكما قال بعض سلفنا رحمهم الله رضي الله عنهم، قال: من جمع القرآن في صدره فقد جمع النبوة في صدره، إلا أنه لا يوحى إليه. فلا يمكن، فهل يستوي هو ومن يأتي ليكلم الناس بما يسر الله سبحانه وتعالى من كلام البشر؟ أبدا لا يستويان. فحملة كتاب الله والساعون إلى إتمام حفظه، والمجتهدون به والعاملون فيه وله به، هؤلاء لا يرقى إلى مرتقاهم أحد. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع أهله وخاصته الذين هم أهل القرآن، من باب حبنا لهم لا من باب عملنا. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا ولا يفضحنا. يعني مداخلة هذه الليلة، الله المستعان، مداخلة هذه الليلة بعنوان مسلم ولكن، يعني من باب الاستدراك على هذه الشخصية المسلمة المعاصرة التي تعيش هذا، صح التعبير، هذا التأرجح بين طريق الاستقامة والوقوع والنهوض، وكثرة التساؤلات حول ما الذي وقع، يعني أين نحن من ذلك المسلم، إن صح التعبير، القوي في مواقفه، الداعي إلى كبريات الأمور المتعلقة بسيرورة الأمة، وكيف يعني طفت على السطح مجموعة من الإشكالات التي جعلت الشباب يتساءل: هل فعلا يعني التقصير منا، من الواقع الذي نعيشه، من الوسائل المستعملة، أم من الخطاب نفسه؟ يعني وكثرت، يعني تكثر الأسئلة في هذا الباب.
ولا ندعي طبعا ونحن نتكلم معكم هذه الليلة، إنما هو إثارة لموضوع. عسى أن يصير مثل هذه أن تصير مثل هذه المواضيع أن تصير هي محل النقاش بين الشباب، عوض أن تصير نقاشاتهم دائرة حول أمور لا تسمن ولا تغني من جوع. يعني أن يصير ديدن الشاب المسلم الذي يريد أن يسير على درب الاستقامة إلى ربه سبحانه وتعالى، عوض أن يسير ديدنه اليومي أمور يعني لا أبخسها حقها ولا أقول أنها تافهة، لكنها أمور يعني في أفضل الأحوال، في أفضل الأحوال يمكن ركنها في خانة التوسع في المباح من أمور معاش وأمور دنيا وأمور كرة قدم وأمور زواج وأمور هذه الأمور كلها، وخصوصا عندما يتم تناولها من جانب دنيوي محض. فأفضل الأحوال يمكن أن يقال فيها أنها هي توسع في المباح، لكن في عدد آخر من الحالات فإنما هو عبارة عن خوض في أمور يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني قد لا يقوم العبد من مقامه إلا وقد حمل على ظهره من الوزر ما الله به عليه. نرجع شيئا يسيرا إلى أصل القصة. أصل القصة بالنسبة للبشر آدم عليه السلام، وأحب دائما في مثل هذه المواطن أن أرجع إلى أصل القصة حتى نفهم يعني ما ندور في فلكه نحن الآن. لأن يعني في الخطاب القرآني نجد مثلا الله عز وجل يقول لنا يا بني آدم، فهو يذكرنا بأصلنا على اعتبار أن الخطاب الذي سيأتي بعد هذا النداء يا بني آدم مثلا، ويمكن الرجوع إلى سورة الأعراف التي كثر فيها هذا الخطاب يا بني آدم، ربما 4 مرات أعيد هذا النداء في سورة الأعراف إن لم تخني الذاكرة، فيأتي بعده كلام يذكرنا بأصلنا حتى نرجع إلى الأصل فنستقي منه ما يجب علينا أن نستنير به في حياتنا الآن. أصل القصة أن الله عز وجل اختار آدم، اختار أن يخلقه ابتداء، فكان هذا مظهرا من مظاهر تكريمه له، وخلقه بيده سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه وعلمه ما لم يعلم الملائكة، ثم أسجد له الملائكة، ثم أسكنه جنته، ثم وسع له في باب المباح حتى أن باب المباح لا يحد، قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ثم ضيق يعني حرم عليه أمورا ولكن جعل دائرة الحرام ضيقة، فقال ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ثم وقع الذي وقع، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان، وكان للشيطان عندها خطوات. فابتداء بدأ بصرف نظر آدم وزوجه عن هذه الدائرة اللامحدودة من المباح، وحول نظرهما إلى هذه الدائرة الضيقة من الحرام، وبدأ يشغل بالهما بالتفكير فيه حتى انصرف فكرهما إلى غير ما أراد الله عز وجل لهما، يعني الإرادة الشرعية. فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فبين له أنه بأكله من هذه الشجرة، ما قال له إنها شجرة محرمة و لا بأس بأن تأخذ شيئا يسيرا من الحرام والله عز وجل سيتوب عليك وكل هذا الخطاب، لا يعني بين له، أظهر له نفس المسألة لكن من زاوية أخرى، ثم بين له أنه ما جاءه إلا من أجل النصح، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فبعدها في لحظة غفلته آدم عليه السلام عصى ربه سبحانه وتعالى، كما أقر بذلك القرآن الكريم صراحة، قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه تاب عليه وهدى. محل الشاهد وأن هذه القصة تذكرنا أن أصلنا يعني تذكرنا بأصلنا لنعلم أن ما نحن فيه إنما هو إعادة، يعني ربما إن صح التعبير هذه الكلمة
هو إعادة لنفس السيناريو، إعادة لنفس المسألة، إغواء شيطاني لهذا الآدمي حتى يصرفه عن صراطه المستقيم إلى سبل لا يمكن أن تنتهي به إن لم يرجع إلى جادة الصواب، لا يمكن لهذه السبل أن تنتهي به إلا في قعر جهنم، كما قال الحق سبحانه وتعالى: إلا من اتبعك منهم من الغاوين فإن جهنم موعدكم وأجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم الآيات. فالذي وقع أو الذي يقع إن صح التعبير هو أن دابا نرجع إلى هذا أصل القصة كلها، الآن نرجع إلى أصل قصتنا نحن، إلى أصل قصة كل فرد منا. بدأت قصة عمومنا، يعني هذا الشاب المسلم، وللإشارة فالليلة إن شاء الله تعالى يعني مجموعة من المصطلحات إنما هي يعني تجاوزا سنستعملها ونقبلها على اعتبار أنها هي ما تعرف عليه الناس، لأننا لسنا في مجلس علمي لنحرر فيه المصطلحات ونقول هذا المصطلح إنما هو خطأ ويرجع فيه إلى كذا والأصل هو كذا. لست الآن بصدد تعليمكم، أنتم طلبة علم تبارك الله وشباب متنور إلى غير ذلك، إنما أنا أخوكم وربما للقلة القليلة أنا ابنكم، وللأكثرية المستمعة الآن أنا كأخيكم الأكبر أو كأبيكم في هذه اللحظة. فيعني ما تعارف عليه الناس فنحن سنذكر هذه المصطلحات، مثلا تسمعوا مصطلح الإسلامي ومصطلح الإسلاميين، وتسمعوا مصطلح مثلا الملتزمين، فهذا ما يعني نأخذ ما تعارف عليه الناس، لا نقره أنه هو الصحيح، لكن ما تعارف عليه الناس. مثلا مصطلح إسلامي فالأصل فيه أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، هو الذي ذكره في مقالات الإسلاميين، وكان يقصد بالإسلاميين أهل الذمة من غير المسلمين. ولكن المهم محل الشاهد عنا، احنا نقول مثلا نذكروا الاسلاميين في واحد السياق معين دوزوها لينا، ومن نذكروا الملتزمين دوزوها لينا وكذا. فاصل القصه بدات في يوم من الايام، احدنا يعني ما نقولش كان في جنه المباح ثم ساقه الشيطان الى شجره المحرم، لا 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 لا، كنا ساكنين في شجره المحرم، اللي مخشي فينا في الربا، واللي مخشي فينا في القمار، واللي مخشي فينا في السجائر، واللي مخشي فينا في تدخين الحشيش والمخدرات، واللي مخشي فينا في معاقرة النساء في الحرام، واللي مخشية فينا في معاقرة الرجال في الحرام، واللي كانت مسافرة متبرجة لا علاقة لها بالحجاب لا من قريب ولا من بعيد، دون أن نتكلم عن ترك معظمنا للصلاة إن كان قد صلى في زمن متقدم عند طفولته، وإلا رمينا من كبر واشتد عوده وهو لا يعرف للصلاة طريقا. ثم في يوم من الأيام فتح الله عز وجل هكذا بآية سمعها في سيارة أجرة وهو يستقلها إلى عمله أو دراسته، بكلمة لداعية سمعها في التلفاز على شاشة التلفاز، أو وهو يمر بجانب مسجد، أو أهداه أحدهم شريطا أو قرصا مدمجا، بكلمة قرأها في مقال، ربما بمنشور خفيف اطلع عليه، مثلا اطلع على منشور وقد كتب فيه صاحبه 3 كلمات، يعني إن الله يرانا فقط، يعني منشور هكذا تجده، يعني منشورات جميلة لبعض الإخوة والأخوات، لا يريد من ورائها جمع كثرة التعليق ولا الإعجابات ولا شيء من هذا القبيل، تجده أخلص النية لله وقال لعل أحدا يقرأ هذا المنشور فيهتدي به، ثم كتبها ومضى. والشخص صاحب المنشور لا يدري أن صاحبنا أو أن صاحبتنا قد اطلع أو اطلعت على هذا المنشور، منشور قرأه فزلزل كيانه، أو نور قذفه الله في قلب ذلك العبد، يعني من جراء أو جراء رؤيا رآها، هؤلاء ليسوا هم الكثرة، لكن منهم من رأى رؤيا بهذه الطريقة، فاستيقظ مع أذان الفجر فغيرت حياته وغيرت مسار حياته. ثم بعدها وكأن هذا الشخص لأول مرة يبصر في حياته، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، إذن كأنما يبصر لأول مرة ليس بنور عينيه، لكنه يبصر بنور قلبه لأول مرة، وكأن تلك الأغشية التي وضعت على قلبه من جراء تراكمات الذنوب وكأنها
يعني فتح منها شيء يسير تسرب النور من خلاله فزلزل ذلك الكيان. لأن كثرة الظلمات من الظلمات مهما كثرت يكفيها بصيص من نور الله سبحانه وتعالى ليكشفها جميعا سبحانه جل في علاه، إنه هو الغفور الرحيم وهو على كل شيء قدير. ثم بدأ يعني سير هذا الشاب أو تلك الشابة، بدأ سيرورته في البحر، لأنه قبل ذلك كان تائها في الظلمات، الآن جاءه النور فأبصر، فرأى ابتداء ما كان عليه من الوضعية المتخلفة، يعني رأى التخلف الذي كان يعيش فيه، فبدأت رائحة الحشيش والمخدرات والدخان بدأت تزكمه، بدأ يحس إن صح التعبير في حاسة شمه، بدأ يحس بنتنها، بدأ يرى كيف أن الناس وهم في المرقص والملهى الليلي، وكلمة الاختلاط كلمة طيبة جدا إن عبرنا بها عن ما يدور في مثل هذه المواطن، نسأل الله أن يتوب علينا وعن سائر وعلى سائر المسلمين والمسلمات. فبدأ يرى أن الناس على الرغم من تعالي قهقهاتهم وضحكاتهم وما يرون فيه سعادة، إنما هو عبارة عن لذة آنية فانية، والدافع لها والذي يحركها لكي تحس بها إنما هي أمور خارجية وليست داخلية، خمور واختلاط ومجون وزنا وفجور، والله أعلم بما يقع في تلك الأماكن. ثم بعد ذلك يعني أراد أن يحقق نقلة من تلك الظرفية إلى ظرفية أفضل، فبدأت أذنه تأتي إليه بالأذان. قد يستغرب بعض الناس هذا، يقول لما هل كان ساكنا بعيدا يسكن وليقطن بعيدا عن المسجد؟ لا والله، في حال عندما يتراكم الران على القلب تنغلق المسامع بالوقر، فلا تسمع الأذان حتى ولو كانت الصومعة أو المئذنة تطل على سطح بيتكم، والله لا تسمعه، لأن القلب كان أعمى، وكأنه يسمع المؤذن لأول مرة، وهو يحس أن الذي يناديه ليس المؤذن، المؤذن يصيح بصوته حي على الصلاة، لكنه يعلم يقينا أن المؤذن لا يملك له نفعا ولا ضرا، إنما المؤذن ينادي بتلك الكلمات لأنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يعلم حقيقة أن الذي يناديه إنما هو ربه عز وجل، يقول له حي تعالى، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فيرى أن الفلاح في هذه المسألة، فأول ما يبدأ بالوضوء، فيرى وكأنه يتطهر لأول مرة، ثم يقوم من مقامه ويتوجه إلى المسجد، فيرى عالما آخر كان مخفيا عنه، عالم فيه الطهر، عالم فيه الجباه ساجدة لله عز وجل، في حين أنه كان يركع ويسجد ويتذلل ربما لمن يكرهه، لما؟ من أجل عرض من الدنيا قليل. فوجد نفسه أنه إن وضع جبهته على الأرض تذللا للخالق سبحانه جل جلاله، فهو يطرق باب الذي بيده خزائن السماوات والأرض، ولا ينضب معين ما عنده سبحانه جل في علاه، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، فيعلم يقينا أنه الآن على الدرب الصحيح. لكن تبدأ مجني، وبعدها يبدأ في فتح كتاب الله عز وجل، يستثقل نفسه الأمارة بالسوء، تستثقل ابتداء السطور الأولى والأحرف الأولى، وهو لا يدري ما أحكام تجويد، ولا يدري ما مخارج حروف، ولا يدري ما صفاتها، ولا يدري ما تلاوة صحيحة. ثم بعد ذلك يبدأ الذهن في التفتق، ثم يجد نفسه مع ناس جدد يعني يجرونه بفضل الله سبحانه وتعالى إلى مجالس الخير. فقلنا فجعل يجلس إلى مجالس الخير، يستمع إلى دروس الوعظ وإلى مجالس الذكر وإلى حلق العلم، فبدأ يتعلم شيئا من عقيدته،
يتعلم شيئا من عقيدته، ويتعلم شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجهل عنه كل شيء. تجده يحفظ كل أسماء لاعبي البطولة الكروية في بلده، ولا يحفظ الاسم الثلاثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما قلنا أن يحفظ نسبه الثابت إلى عدنان، ولا يعلم أن هناك مجموعة من الأنبياء. قد يستغرب بعضكم هذا، لكن من عاش الناس وخالطهم في واقعهم يعلم يقينا أنني ما ذكرت إلا نظرا يسيرا من الواقع الذي يعيشه الناس. ثم بعد ذلك بدأت حياته تتنور، وبدأ يعلم أن هناك مجموعة من المحرمات، وبدأت تعلم، فبدأت ترى من نفسها. خروجها بذلك اللباس الذي كانت تخرج وتتبجح به، اعذروني يرحمها، في كل لحظة يأتي من يتصل بالهاتف فأضطر إلى قطع الاتصال. قد يقول لي أحد، يعني مدير سميتو هذا الويفي ديال البيت وأغلق عليهم الاتصالات، لو كانت يعني جودة الإنترنت على طريق الويفي تقضي هذا التفي بالغرض لما انتظرنا النصيحة، لكن الله المستعان. المهم ما علينا، فالإشكال أنهم يقطعون عنك حتى خيط الفكر. المهم محل الشاهد، قلنا أن الفتاة قلنا أن الفتاة التي كانت تخرج وهي يعني تفخر بذلك اللباس، إن صح أن يسمى أنه لباس. المهم كي قلنا احنا غادي نتفقوا أنه المصطلحات ما نوركوش فيها. فذلك اللباس العاري الذي كانت تفخر بالخروج به بعدما أبصرت بنور الله عز وجل طريقها الذي يجب أن تكون عليه، وما يريد الله سبحانه وتعالى لها من الخير في الدنيا والآخرة، بدأت تحس بالإحراج في كل خطوة تخطوها خارج البيت وهي تلبس ذلك اللباس. ثم بعد ذلك جاء اليقين، وهنا يختلف الشباب في تلك، إن صح التعبير، تلك الخطوة التي يجب أن يتخذوها من أجل التشكيل، لا أقول قطيعة، كلمة قطيعة كبيرة شوية، لكن من أجل تغيير واقع كان متخلفا عن ركب السائرين إلى الله عز وجل إلى ذلك الواقع الجديد الذي يريد أن يسير فيه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وتريد الآمة أن تسير فيه إلى الله سبحانه وتعالى سيرا صحيحا. فتتخذ هذه الخطوة. عندما تتخذ هذه الخطوة يبدأ نوع، يعني طبعا الشيطان وجنوده من شياطين الإنس والجن، عندما كان الشاب في حالة ديال يعني الهجون وحالة ديال الغفلة وحالة ديال الجاهلية، وبعض الحالات في حالة الكفر مثلا، من كان في إلحاده ومنغمسا في علمانيته ويبغض الدين والمتدينين والإسلام وما غير ذلك، الشيطان ما كان يعني يجتهد عليهم اجتهادا كثيرا لأنهم كانوا في صفه. أما الآن أنت تريد أن تخرج من قبضته وتسير إلى الله سبحانه وتعالى، فيرى منك أنك تتفلت منه فيجيش عليك الجيوش، فتبدأ مجموعة من الإشكالات، إشكالات من داخل البيت. شاد الويل هذا غدا ديرنا عاوتاني ديك الخرقة فوق راسك، شاد تغطي لينا سميتو، لا أنا ما عنديش أنا البنات اللي تغطاو، واش عندك أبو الحاج عندك البنات اللي تعراو، لا ما تقولش لي الهضرة صافي ما بغيتش تسمع. ثم يمر إلى العنف، ومن بعد تجتهد الشاب وتقول لي شوف ترى هناك أمرك يا أبي وهو على الرأس والعين، لكن أمر الله قبل ذلك كله، حتى ولو اضطررت لقتلي أمر الله ينفذ. ثم تثابر الشاب ويثابر الشاب ويجتهدون بأمر الله سبحانه وتعالى وبسند الله سبحانه وتعالى وبمعونة الله سبحانه وتعالى لهم، ثم يسيرون على الدرب ويقبلوا محيطهم القريب، وبعد ذلك محيطهم الأوسع، وبعد ذلك تكون الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى تسير في نسق عالي. يعني لك أن تتخيل، خذ معي بالموازنة، أرجع إلى أصل القصة، لك أن تتخيل الانبهار والتلذذ الذي كان يعيش فيه آدم عليه السلام في الجنة. لكن مع المدة، وكأن الإنسان، لأن الجنة التي كان فيها آدم، تكلم عن إحساس آدم عليه السلام هو في تلك الجنة الأولى، إنما هي كانت للاختبار، بغض النظر عن الخلاف العلمي، هل الجنة التي كان فيها آدم هي الجنة التي نحن موعودون بها لذلك نحن نشتاق إلى موطننا الأصلي إلى غير ذلك من الكلام الذي قيل، أم هي جنة إنما جعلت للاختبار فقط،
إذ لا يمكن أن يعصى الله في الجنة. هل هي جنة جعلت للاختبار فقط ونحن موعودون بجنة أخرى، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا إياها. المهم محل الشاهد أن آدم عليه السلام مضى عليه زمن الله أعلم بطوله بذلك الزمن، طول ذلك الزمن، ثم بدأ الاعتياد على الحياة التي نعيشها. فبدأنا نعتاد السير إلى الصلاة، وبدأنا نعتاد السير إلى حلق الذكر ومجالس العلم، وبدأنا نعتاد على الحجاب، وبدأنا نعتاد. ثم بعدما أخذ الشيطان هدنة يسيرة لما رأى منا ذلك الحزم والعزم، أخذ هدنة يسيرة، ثم بعد ذلك عاود المناورة مرة أخرى وبدأت التنازلات، تبدد الخدمة ثم بدأت التنازلات. بعدما كان الشاب في أيام نشاطه الأولى إذا أذن مؤذن صلاة الفجر وهو لازال مستلقيا نائما مضطجعا يقوم مفزوعا، وكأنما يعني بقيت عليه دقيقة أو دقيقتان لتشرق الشمس، ويخشى من أن يضيع منه وقت صلاة الفجر. هذا راه استيقظ مع أذان الفجر، لما؟ لأنه كان قد دخل في سيرورة مباركة من أن يقوم شيئا من الليل لله عز وجل. وبعدما كان لا يمكن أن يغلق أن يغمض يعني عينيه ويغمض يعني يغمض جفنيه من أجل النوم ليلا إلا بعد أن يكون قد قرأ ورده حزبه من القرآن الكريم. بدأ الاعتياد على هذا الأمر، وكانت بعدما تجتهد اجتهادا كبيرا في أن يكون حجابها بالمواصفات الشرعية. نحن لا نتكلم عن نموذج، نحن نتكلم عن مواصفات شرعية. بدأ الشيطان في مناوراته، فبدأ ابتداء بالتوسع في المباح، والله عز وجل ما حرم علينا، وبدأت خطابات من نوع، هي الخطابات صحيحة لكن الإشكاليات في تنزيلها على الواقع. مثلا الالتزام، ندوينا من المصطلحات وقف نورك في نفسي. الالتزام أو الاستقامة إنما هي بعد عن الحرام وليست بعدا عن الحياة، تفقين؟ هذا لا يناق ولا يعارض، هذا المبدأ لا يعارضه أحد، لكن ليست بعدا عن الحياة إنما هي بعد عن الحرام. البعد عن الحرام لا يقتضي بالضرورة أن نمضي حياتنا في المباح، لأن من مداخل الشيطان، وهذه خذوها ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه، من مداخل الشيطان ابتداء، يقال الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فأول ما يأتيك به الشيطان يريد منك الكفر، يريد منك أغلى ما عندك وهو أن تكفر، يعني أن تفقد إيمانك كله. فإن عصيته بالاستمساك بالتوحيد فإنه يأتيك في باب البدعة، يريد منك أن تغير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غيرت وابتدعت كان مسلك يعني كان سلوكك إلى الكفر بعد ذلك أخرب. فإن عصيته باستمساكك بالسنة يأتيك في باب الكبائر، لأن من توسع في الكبائر عياذا بالله سهل عليه بعد ذلك الابتداع في السنة، فيأتيك في باب الكبائر. فمن استمسك بتقوى الله عز وجل أتاه الشيطان في باب الصغائر، فإذا استسهل المسلم الصغائر سهل على الشيطان بعد ذلك أن يوقعه في الكبائر، كما قال الحق سبحانه وتعالى: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال أحد الصالحين: إنما ابتدأ الحق سبحانه وتعالى بقوله صغيرة ولا كبيرة، قال قدم الصغيرة على الكبيرة، قال رحمه الله: لأنه ما جرأهم على الوقوع في الكبيرة إلا استسهالهم الوقوع في الصغيرة. فإن عصاه العبد بكثرة الذكر والاستغفار وغض البصر والكف عن محارم الناس أتاه في باب التوسع في المباح، فهمنا؟ عفوا، أتاه في باب الفاضل والمفضول من العبادات. فمثلا مثلا أعطيكم غير مثال وقيسوا على ذلك، هناك عبادات توقيتها قصير جدا، مثلا عبادة الترديد خلف المؤذن،
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. وسألوا الله لي الوسيلة الحديث. وعلاش؟ لأن الأذان وقته، وأنت مثلا في المسجد جئت قبل الأذان أو في البيت تقرأ القرآن. القرآن هذه عبادة عظيمة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها الحديث. لكن إذا سمعت المؤذن يؤذن تتوقف عن القراءة. قد يقول قائل يعني الأذان هذا كلام الناس والقرآن هذا كلام رب الناس، نقول نعم، لكن هذه العبادة هي لله، هي لرب الناس، وهذه العبادة هي أيضا لرب الناس. ورب الناس جعل عبادات مؤقتة بمواقيت وجعل عبادات مفتوحة، ففي كلتا الحالتين أنت تعبد رب الناس سبحانه وتعالى. والعبادة الآن ديال الأذان ديال صلاة العصر مثلا لهذا اليوم، إن ذهبت لن تأتي بعد ذلك، سيأتي أذان آخر هذاك ديال صلاة المغرب، وسيأتي بعده أذان آخر هذاك ديال صلاة العشاء. فهمنا؟ فأنت تغلق مصحفك، تردد خلف المؤذن، تفوز بأجر الأذان، ثم بعد ذلك ترجع إلى تلاوتك في القرآن. فهو يعلم أن هذه عبادة فاضلة وهذه عبادة مفضولة، وإن كان في كل خير، لكن يأتيك ليغطي عليك العبادة الفاضلة بالعبادة المفضولة. إن لم يفز منك إلا بهذه، بالنسبة لي هو راه فرحان. ثم بعد ذلك كيجيك القضية ديال لاش بغيتي أنت تقعد تنوض قبل الجار وتصلي، ما عندك الحديث، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وأنت نعم سيدي مع راساتك، صلي العشاء في جماعة وصلي الصبح في جماعة وخمر مع راساتك وبقناعة أنت الصبح، شكون ضرك؟ لاش بغيتي تنوض وتقوم الليل؟ ياك هذا أجر وهذا أجر. احنا قلنا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فلا تنطلي عليكم مثل هذه الحيل. احنا غنجيو بعد ذلك قضية الأولويات والناس الذين ندعوهم إلى الله عز وجل، الذي سوف يصلي لأول مرة هذا كلامه هو اللي ممكن نقوله للناس، يلا بدأوا في الصلاة، هذا هو اللي ممكن نقول له، من صلى العشاء في جماعة فقد قام نصف الليل، ومن صلى الصبح، واحد 30 عام هو تيصلي، غنجي نبقى نقول له أنا من صلى العشاء في جماعة، نوتز قاعد قبل من الفجر نوتصلي يرحم والديك. ما باش غنبنيو حنا هذه الأمة هذه؟ نبقاو حنا نبنيو بواحد ما جالس كيخمر وكيقول لي من صلى العشاء في جماعة. العشاء في جماعة، الصبح في جماعة، مول 20 سنة صلاة، ومول 10 سنوات صلاة، ومول 10 مول 10 سنوات صلاة، ومول 5 سنوات صلاة، ومول هذا خلاص، هذا علينا أن نرتقي معه في الخطاب. ولكن هذا إن شاء الله تعالى ما زال بإذن الله عز وجل، إن تيسر لنا الوقت نتمه، نتكلم عنه، نتحدث عنه بإذن الله عز وجل. فإن عصاه العبد بالعلم بمراتب العبادات يأتيه في باب التوسع في المباح. ما نشتندرو شي حاجة الحرام، حنا يتناكلو، هو مش تياكل ملي كطب راه كتلقى التفرشيخ ديال الماكلة، ماشي الماكلة هذيك، راه المارشي سنترال كله حاطه عنده فوق الطابلة، راه ما كاينش شي ريحة، ما كاينش شي فاكهة كتقول أنا راسي هو حاطها تما، إيه كودي لاباس أنت والمرا والدراري وحاط سبعة الأنواع ديال الفواكه، فين غادي يشري؟ أولويات يقول لي وما لا حرام، هذه اللي كنهضر لها، أنا ما قلتش لك حرام، أنا قلت لك باب التوسع في المباح. تحل لي الماريو ديالو كتلقى فيه 20 جلابة، كودي لاباس، واخا تلبس جلابة في النهار، تلبس جلابة في النهار خصك 3 سيمانات باش ترجع للجلابة الأولى، كما كاين بعد 20 جلابة، 15 كوستيم، 13 صباط، 5 في غادي، وكون غير كنتي كتدخل 800 مليون في الشهر، نقولوا ديزا بشريبات الماء، وتنفق آناء الليل وأطراف النهار على المساكين والفقراء وكذا، ما قال ما كاينش إشكال، هذه ندوزوها لك أنت، ما ندخلوا في التفاصيل، أنت خاص مباح. المهم خلينا في الصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم عليك يا سيدي رسول الله. فإن أفلت منه في هذه، وهذه لا يفلت منها إلا الخلص، أنا وياكم مضاربين مع الدرجة الثالثة والرابعة باش نكون واضحين، هذيك الصغائر والكبائر حنا مضاربين تما، دابا كندوي على الفراد الناس، أنا كندوي لك الصفايات 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 الصفايات، يعني وصلنا للدرجة السادسة والدرجة السابعة، فكتبقى لنا هذيك الدرجة السادسة ديال التوسع في المباح. فإن أفلت منه من هذه وقع له في الذي لا يمكن، لا يمكن أن يفلت منه بشر نبيا كان أو صديقا أو صالحا، وهو باب الابتلاء، الابتلاء في المال، الابتلاء في الصحة،
الابتلاء في الكذا، الابتلاء في هذا، الابتلاء في هذا، الابتلاء، هذا باب الابتلاءات، انما ليبلوني أأشكر ام اكفر، وان كان في الضراء أأصبر ام اجزع، وهكذا. فهذه المراتب اللي قلنا ديال محاولات الشيطان لاغواء ابن ادم، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله عليه في منزله التوبه مدارج السالكين، وذكرها في غيره، وذكرها غيره في غير هذه الكتب. اذا بدينا تنولفوا، وبدات الامور كتولي عندنا عاديه، وبدينا كنسهاو في الصلاه اكثر من القياس، وبدينا كنعسوا. كيقول لك راه الشيخ راه اليوم ان شاء الله تعالى راه الدرس اللي كنا بديناه هذيك المره راه اليوم غادي يكملوا يدير الجزء الثاني. غيدير الجزء الثاني، فهمتي اش غدير؟ كيسجل، شوف سجلوا سجل لي الدرس الله يحفظك، انا ما عنديش كيفاش ندير تنمشي وكذا، وراه ما كاينش، ما عنديش كيفاش ندير تنمشي. اللي كاين في المساله كلها انه عنده في احسن الاحوال، في احسن الاحوال عنده امر من امور المباح اراد ان يتوسع فيه في تلك اللحظه. بالنسبه ومن بعد كيبداو حوايجات اخرين، حنا دابا غنبداو نتخاصموا، لا يخاصمنا مع شي مسلم. من بعد كتبدا القضيه عاوتاني ندير الترطيبه للحيه، الترطيبه الملين، عرفت انا الترطيبه في غير المغاربه اش يقولوا لها، الملين فهمتيني، المرطب ديال الشعر وكذا الى اخره. ويبدا صاحبنا يشتغل بلحيته عن اولويات الدين، وكيفاش نبان، وكيفاش نتصور، وكيفاش نحط في الفيسبوك، واشنو كذا واشنو كذا. ثم تصير عند الشاب المسلم الملتزم قدرة خارقة في الانتقال من جدية موضوع يهم الأمة إلى مجلس للضحك والقهقهة والاستهتار. ما تقولوش ما تضحكوش، كلنا تنضحكوا، لو جلستي في الجماعة ديالنا حنا راه ماشي تضحك، راه كرجك تضرك بالضحك، لكن متى وإلى أي حد؟ وهل تبقى مجالسنا هكذا ضحكا في ضحك؟ انظروا إلى منشوراتكم، تظنون أننا عن المنشورات ديالنا مثلا على الفيسبوك إنما هي منشورات جدية 100%؟ يكون عندنا في بعض الأحيان يعني شيء من النبر بالضحك والاستهزاء الذي نربو يعني نروم من خلاله إيقاظ يعني شيء من الجدية. ليس الغرض عندنا الضحك من أجل الضحك. كان أحد الصالحين إذا سئل هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون يعني يتمازحون، قال نعم، كل كان بعضهم يرمي بعضا بقشر البطيخ، تضربون عمل جيف رشو الدلاحة ويجلسوا ياكلوها، ومن بعد ملي تسالي تقشاب إلى آخره تكحز ذاك اللور الآخر ويشير عليه، الله شوف شكون كاين شكون ما كاينش. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ولكنهم حين يحين الجد كان الجد في قلوبهم مثل الجبال. ولعل الإمام أحمد رحمه الله إذا سئل مثل هذا السؤال قال نعم كانوا يضحكون، لكنهم في ساعة الجد كانوا هم الرجال. ديك الساعة اللي يقول لك راجل تيقولها وكتعمر بها فمك، اللي كتشوف نعم سيدي سيدنا طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد كيف كان يترس على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه، كانش تيمشي يقلب يقول لهم بلاتي سميتو اصبر اصبر رسول الله بلاتي شويه نمشي نقلب لك على شي حاجه نضركك بها، ما كاينش شي حاجه نضركك بها، على ما يفكر شي واحد يجيب شي حاجه يضرك بها النبي عليه الصلاه والسلام كان هو يحميه ببدنه حتى شلت يده ذراعه من كثره السهام التي غرست في ظهره رضي الله عنه وارضاه. حتى كان الصحابه ومنهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابه رضي الله عنهم كانوا يقولون إذا ذكر يوم أحد كنا نقول ذلك اليوم يوم طلحة، ذلك اليوم كأنه ذهب بالأجر كله. طبعا لكل درجات مما عملوا، لكن هما كيفاش كان هذا هو الجد، ساعة الجد. لكن حنا من اللي قضية بدأت لنا كتحماض بينا كنقلبوا فين غادي نغمسوا نغطسوا نغطيوا على هاد الترهل وهاد الهشاشة التي صار عليها تديننا. ومن بعد عتك يعيط لك الواحد وفي صوته نبرة بكاء
قلت له ياك ودي لاباس، كيقول لك ودي راه نسيت راسي والميسنجر وهضرت معاها ودوات معايا وقلت راه واقيلا غير كذا، كنقول لي جيني من الاخر، كيقول لك وقعنا في المحظور. ها كنقول لكم داكشي كيدور ليا في بالي، انا ما كنقولش لكم داكشي اللي كنقول ليه، لانه في ديك اللحظه انسان جاءك منكسرا ما بتقولش ليه واش تي، اللي كنبقاو نقولوا لكم لا هذا ليس من الحكمه في شيء، انا كنقول لكم دابا شكون تيدور ليا في بالي ديك الساعه، كنقول فلان كذا وكذا وكذا، كان يتحرك معنا لا احد يستعصي على الشيطان ان تخلى الرب عز وجل عنه. كان كيقولوها الصالحين كيقول لك لا تحسبن العدو غلب، اقصد الشيطان، لا تحسبن العدو غلب ولكن العاصم قد تخلى، الذي يعصمك منه قد تخلى عنه، لعل الله عز وجل قد رأى منك ما رأى. ومن بعد انه هو ضربنا شي شويه ديال الترطيبه، من بعد كتولي شويه في اللبس، انا ما كنقولش على من احنا كنخرجوا عريانين، انا راه تقامت عليا بالفلوس هذه اللي كتشوف عندو، انا ملي عطاني شي واحد شي حاجه فابور راه تقامت عليا بالفلوس، ولله المنه والفضل، تنعرقو عليهم وتنسميتو نجي ونلبسو على هذيك الثوبه هادو، شي واحد صدقهم عليا تلقى شي هدايا على اليمن على اليسار، ولله المنه والفضل، ولكن شي الاخر كل نهار كنحطو كتاب ولا نحطو حاجه فلوسنا، ولله المنه والفضل، حتى لا يكون لاحد من خلق الله منه على عبد من عباد الله، والفضل كله لله سبحانه وتعالى. غير باش نقول لك لا، عندما يصير الهم كله لباسك والدهان الذي ستضعه على لحيتك ونوع الغطاء الذي ستضعينه على رأسك، وتبداو شي حويجات ما بغيناش ندخلوا في التفاصيل، بغينا ندخلوا في التفاصيل راه غادي تسالي اصلا دابا راه طول، وكتبدا ها هي راه بنقابها وبحجابها، ولكن الصوره اللي حاطه بنت الناس ديالها، واش هذه ديك البنت اللي النهار الاول كانت تتبكي وفرحانه تتعنق يعنقوا فيها صحاباتها ويهنئنها على انها ارتدت الحجاب؟ والله ما هي، ماشي هي نفس البنت، ماشي هي نفس البنت. البنت الاولى كانت فيها العفه، كانت مغلفه بالحياء، كانت عارفه راسها اش كانت دايره والحمد لله فين ولا، كانت تعيش بشعار قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. البنت اللي دابا كنشوفها بنت اخرى، البنت اللي كنشوف فيها دابا راه مصيبه نعم سيدي الشفار ديالها بداك العجل ما كنعرفش سميتو، مصيبه الشفار ديالها لان عينيها هما اللي باقيين كيبانوا بالنقاب، وهذوك هما العينين اللي مزومية عليهم ما مصوره ودايره بحال كان عام سيدي وصابغه ظفارها شي بالليموني شي بالخضر شي 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 شي, شي, شي بالبرقوقي. ماشي هذه البنت اللي كنت نعرفها انا في الاول، ماشي هذا هو ذاك الاول اللي كنقول كنعرفها، والسعود ماخكم معنا شويه الله يرحم الوالدين وكل الحجوات تعرفهم الى كون كنعرفها يعني وكأنها تحدث نفسها، يعني لا شو الرقي نطلعوا شويه فوق الله يرحم الوالد تعصبونا. وكذلك الشاب شويه من بعد ما كان كيقول لك العيب تشوف كاتب في البروفايل ديالو نعرف سميتو وانت في الحساب الخاص ديالو هويا لا اضيف النساء، وملي كيصيفط لك انت طلب صداقه تجد ان بينك وبينه بعض الاصدقاء المشتركين، من دوك الاصدقاء المشتركين تجد شباب وتجد شابات، شريف واش هذيك اللي مكتوبه في الاول ديال هادشي اللي تحت؟ غريب في الامر وهو انك تلقاه شاب مسيطر عليك انت طلب صداقه، ملي كتسمع طلب صداقه طلب صداقه حصره في الفيسبوك هو هو هذاك العجب سماه هكذا سماه طلب صداقه، انما هو طلب التواصل عبر الفيسبوك كخصك تسميه، ملي تسمع طلب صداقه ما تقولش عيبني طيحتها وعجبتها طلب، لا ما خوي دماغك من هادشي، فهمنا؟ لعلها أعجبت بمنشور أو بمقال أو شيء من هذا القبيل وبغات باش تستافد، فداك الشيء علاش أرسل لنا تقول طلب الصداقة، داك الشيء الأسماء هنا عندهم كطرح إشكالها، كطرح إشكالها. غير ملي كتلقاها مصيفطة لك طلب صداقة وكتلقاها كلمة لا أضيف الرجال، وحدة في الجوج، يا إما أنا ما كنبانش في تصويرتي بحال الراجل، كان المهم أنا بعدا كيبان لي والله أعلم والله أعلم، أنا كيبان لي وجهي كيبان لي وجهي وقيلا كيشبه للرجال، قولها لي حشمنا. يا اما انا ما كنبانش في تصويرتي بحال الراجل، يا اما عندك ما تناش شي خلل في شي حاجه اللي ما هي، اما لا اضيف الرجال وعلى هذا طلب صدقه لمن مصيفطاه سوسن المتوحشه وما من الولو دراري صغار، فهاد المسائل هذه
ربما قد نفرضوا لها ان شاء الله تعالى مجلس اخر باش نعاود نرجعوا للاسباب كلها بتفصيل اخره، لكن الكلام يطول. فاللي قلناه هو انه تتبدا المسائل تترجع. ملي كيبدا بنادم يرجع، التصور اللي عنده في دماغه تصور اخطا من ذاك التصور الاول اللي دخل به. ما الذي يظن؟ يظن نفسه لا يصلح للتوبه ولا يصلح تنزلا، لا يصلح للالتزام. فمعود يستنهض همته ويعاود يشد الطريق، لان ملي كنقولوا صراط الله المستقيم كيقول لك راه كنا شادين صراط الله المستقيم وبعد عاوتاني خرجنا. لا، راه ملي كطيح راك طحتي في صراط الله المستقيم. شنا هي خرجنا؟ خرجنا هو انك بديتي كترك الفرائض، بديتي كتشكك في الله، بديتي كتشكك في وجود الله عز وجل، بديتي كتطعن في السنه، بديتي كتشوف شي امور اللي ما هياش. هذا هو خرجتي من صراط الله المستقيم. اما ان الانسان وقع في ذنب على اليمين ولا وقع في ذنب على اليسار، هذا ما خرجش من صراط الله المستقيم، هذا باقي في صراط الله المستقيم، لان صراط الله المستقيم فيه التوبه، ولا تكون التوبه الا على من اذنب او على من قصر او على من فرط. يعني انت راك غادي عن سيد ربي وتطيح، راك باقي ما دام تبت الى الله وعاود نتي، راك باقي في صراط الله المستقيم. هو هذاك اهدنا الصراط المستقيم على مراتبه، على مراتبها الثلاث، مراتب الهدايه الثلاث، ان يهديك الى للصراط لتبصره وتعرفه، وان يهديك الى الصراط لتسلكه، وان يهديك في الصراط لتستزيد من سرعه سيرك اليه سبحانه وتعالى. باش السيد ربي يجمعهم لك بثلاثه، لي والى وفي، وقال لك اهدنا الصراط المستقيم. فهل المساله هذه ديال اننا نسقط نودرك باقي في صراط الله المستقيم؟ لا، هو مسكين تيصحب راسو راه لا يليق، كيقول لك الدرجات نفسي وحاولت وسميتو ولكن ما قدرتش. ما قدرتش اخويا، كيفاش ما قدرتيش؟ ما تقدرش انت كيطرح هذا الاشكال ديال ما قدرتش، يطرح الاشكال ديال ما قدرتش ملي كتظن انك انت اللي غادي تمشي عند السيد ربي بطاقتك وقدرتك وعلمك وجلدك وصبرك، وهادشي كله مضروب في الصفر عند الله عز وجل. انما نسير الى الله بفضل الله وبرحمه الله وبمن الله وبعطاء الله وبتوفيق الله، على قدر انكسارنا لله وعلى قدر تذللنا لله وعلى قدر انطراحنا بين يدي الله وبين يدي الله وعلى قدر تواضعنا ونحن قائمون في مقام الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا على قدر أنك ما كتقول يا ربي راه اهدنا الصراط المستقيم. صحيح أنا مطلوب منا إذا تقرب مني عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، إذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، راه أنت كدير السبب، لكن القلب هو المحرك. فإن صلح صلح الجسد كله، وإذا نظر الرب إليه سبحانه وتعالى نظر إلى قلبك فوجد منه تواضعا وانكسارا وذلا. النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء لا يكون إلا بانكسار، ولا يكون إلا بتواضع، لا يكون الدعاء بالمن، ولا يكون الدعاء بالتجبر على مقام الله سبحانه وتعالى. هذا راه الخبل، هذا راه التسطيه، هذا راه الحمق. إذن هذا هو اللي تبدأ يوقع، تنبداو نمشي ونجي. لكن الإشكال فين كاين؟ هو أنني من اللي نبغي نتوب كيفاش ندير لهذيك التوبة؟ واش التوبة إنما هي مظهر فقط، أو هي جوهر فقط، أم هي تواطؤ بينهما؟ التوبة هي كل هذا. التوبة أن تنكسر بقلبك لله، ثم تقوم بالعمل الأعمال الجوارح لله، وتطلب من الله أن تنعكس أنوار تلك الأعمال، صلاة، صيام، زكاة، صدقة، بر، والإحسان إلى الجوار، كرم ضيف، صلة رحم، علاقات اجتماعية، العفو إلى آخره. هذه الأمور كلها تسأل الله أن تنعكس أنوارها على قلبك. إنما يتقبل الله من المتقين. وما كان التقوى حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، والله أشار إلى صدره حيث مكان القلب عليه الصلاة والسلام. ثم إذا استنار القلب انعكست انواره وفاضت على الجوارح عملا، وانت هكذا شي تيكب شي شي تيكب شي، الاعمال تصب في القلب، والقلب يعني اعمال الجوارح تصب في القلب، فتبدا فيتحرك القلب باعماله. هو عنده اعمال، انسان مزيان يعرفها، مدارج السالكين، منازل الايمان، هذه كل السلاسل الطيبه الانسان يمشي يتصنت لها ولا يقراها الى غير ذلك. وبدات هذه الامور هذه غدا شويه بشويه، ونحن نسير الى الله سبحانه وتعالى.
يعني كيف نتوب؟ سبق الكلام عنه ولا نحتاج فيه إلى كثرة كلام ولا إلى كثرة تنظير. قم وشمر، موجود الخير الحمد لله، دير كيف أتوب، لماذا لا نتوب، الطريق الصحيحة للتوبة، هذا الشيء كله ممكن ديره على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسه إما يوتيوب أو لمحرك البحث جوجل كيف نتوب، غتلقى من الكتب تبقى تقرا فيها تتموت وما تقاديهاش، غير واش غادي تنوض تعمل ولا ما تنوضش تعمل، رجالا ونساء. الإشكالات التي نعاني منها يعني حق بركة، الله يجعل شي بركة، ممكن نتكلموا على أمور أخرى لكن لعل حسبنا أن نتوقف عند هذا الحد، لعلنا ذكرنا فيه يعني نظرا يسيرا مما يتعلق بقضية الثبات والتقصير إلى غير ذلك. مسألة أخيرة يعني أنهي بها إن شاء الله تعالى كلامي، أما الإشكالات المتعلقة أصلا بالخطاب الديني، بتاريخية التطور الخطاب الشرعي، علاقة المسلم بالقضايا الكبرى وبقضايا الفرضية، ما سماه باتريك هايني الإسلام السوق، أو ما سماه الدكتور بشير عصام المراكشي حفظه الله العلمنة من الداخل، هذا يمكن أن يرجع إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى، هذا يمكن أن يرجع إليه فيما بعد. أنا غير مسألة أخيرة أود الإشارة إليها قبل أن نختم إن شاء الله تعالى، خليكم تمشيوا. وأنت تسير إلى الله، إحنا عارفين أن المسلم يسير إلى الله مثل الطائر، لا بد له من رأس ولا بد له من جناحين، يعني من اللي كنقولوا الرأس بدون رأس، مش هنقول لك الطائر لا يطير، الطائر ميت لا يتحمم، ما محسوبش طائر، الطائر ليه الرأس، شنو هو الرأس؟ هو المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا إذن هل المسألة هي المحبة، سيروا إلى الله بمحبة، وجناح الطائر كما مثل ذلك ابن القيم رحمه الله هما الخوف والرجاء، هما الخوف والرجاء. إذا ملي كيقول الإنسان غادي عند الله عز وجل سير إليه بحب، لكن كما نقول دائما راه يستحيل أن تحب من لا تعرف، يستحيل أن تحب من لا تعرف، سواء كانت البداية بمحبة الله عز وجل اللي هي الشرط الأول، أو كانت المسألة متعلقة بمحبة من ارتضاه لنا هاديا وبشيرا ونذيرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يمكنش تحب واحد الجهة، واحد الشخص، أو واحد الفكرة إلا إذا كنت عارفة. علاش؟ لأن من الجهة الأخرى الجهل تنبثق عنه العداوة، فالإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل. لكن إذا عرف ربه كما ينبغي لا يمكن إلا أن يحبه، وإذا عرف نبيه صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا أن يحبه. هذه المسألة اللي خاصة بغيت نختم بها، سيروا إلى الله يرحمكم الله بحب ابتداء، وحركوا جناحي الخوف والرجاء، تخافوا الله حتى كأنه لن يغفر لأحد، وترجوه حتى كأنه لن يعذب أحدا. يعني سقف التوقعات وسقف المعقولات خاص الإنسان يمشي بهم جوج، فإن تيسر هذا الأمر للعبد فهو بإذن الله، ما دام مخلصا لله فهو من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. محاضرة شيقة لا نكاد نشبع من مشاكل. نسأل الله أن يجعلها بذور خير وإيمان تغرس في قلوبنا، وشرارات توقف الإيمان فيه من جديد. سيدي ياسين، وصلتنا بعض الأسئلة حول المحاضرة.
كيف؟ معذرة، ما سمعتكش مزيان، شنو قلتي؟ كليك وصلونا بعض الأسئلة. خير، حاولوا إن شاء الله تعالى ما نكثروش الأسئلة، لكن أنت تختارنا شي جوج ولا ثلاثة أسئلة في صميم الموضوع، لأن على الوقت يتأخر على الناس، ما بغيناش نشدهم بزاف، هذه أصلا 10 إلا ربع. الله يجزيكم بخير. السؤال الأول هو كيف نتغلب على الفطور؟ بارك الله فيك. كيف نتغلب على الفطور الفتور؟ كيف نتغلب على الفتور ياك؟ هي هذه كتبتها. خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذا الباب أحيلكم على، كان يسر الله وكنا درنا واحد اللقاء مباشر مع أحد الدعاة المصريين، وهو الدكتور عمرو أحمد. يرجع إليه في الصفحة، صفحة ياسين العمري، للإشارة كان عندي صفحة واحدة، صفحة واحدة هي يعني كان عندي حسابي الرسمي، هذاك شغلي هذا كنشرب فيه الغسيل ديالي ماشي إشكال، لكن الصفحة الدعوية اللي متعلقة بكل يعني الأعمال الدعوية ومتعلقة بنشر المحاضرات والتاريخ ديالها والبث المباشر، هي صفحة واحدة وحيدة ما كاينش من غيرها، حتى ولو وجدتم صورة والدي ووالدتي في الصفحات الأخرى. لا، عندي صفحة واحدة مكتوبة فيها ثلاثة الكلمات، صفحة ياسين العمري، بحال هكذا، صفحة ياسين العمري، عقلوا على هذه، ما فيها لا صفحة المحبين ولا المشجعين ولا الألتراس ولا التيف ولا يحزنون، كاين عندي فيها صفحة ياسين العمري. شاد ياسين العمري اللي مكتوبة عندكم هنا، هذه اللي مكتوبة هنا، هذيك ياسين العمري، ديروا قبل منها كلمة صفحة، صفحة ياسين العمري، هذا الشيء هو اللي عندي. فأي واحد يجاوبكم في شي بلاصة أخرى ولا تيقول لكم شي حاجة أخرى ولا أراه أنتم مسؤولون عنه، أنا لست مسؤولا عنه. وعدد ديال الشباب ولاو تيديروا هذه القضية هذه، تياخذوا المقاطع وتيحطوها في اليوتيوب ثم يضعون لها عناوين أنا أبرأ إلى الله منها. القناة اللي كاينة في يوتيوب اللي أنا عبد ربي مسؤول عليها فيها ياسين العمري، وإن شاء الله تعالى هذه الأمور كلها سنضبطها ببث، بتسجيل صغير نضعه إن شاء الله تعالى على الصفحة ديال الفيسبوك، ترجعون إليه باش نبين لكم شنو هي الأمور اللي أنا متعلقة بيا شخصيا وأنا مسؤول عليها. بنادم معاك يبغي حنا داوين عليه، كنتكلموا على القضية ديال الاستقامة، ولكن بنادم راه يريد أن يستقيم لكن بمفهوم علماني ليبرالي ديال السوق، ديال البيع والشراء. فكيسمع مثلا بعض القنوات الالكترونيه فين ما كيبغيو يطلعوا شي فيديو بزاف، يطلعوا عدد المشاهدات، شي يدير لك يقول لك انظر فضيحه فلان، شاهد قبل الحذف، عرفتي ديك العناوين البليده. راه بعض الشباب اللي تا هو حريص على الدعوه الى اخره، لا نشكك في نيته، لكن العمل مرتبط بالنيه، والعمل الفاسد لا تصلحه النية الصالحة. هذا قواعد، هذه تكون دخل عندنا الدماغ وتستقر في القلوب. تقول لك الأستاذ ياسين العمري يقصف جبهة كذا، يا ودي عطينا اتساع رحم لك الوالدين، أنا جبهتي عندي جبهة واحدة، ما عندي جبهة، يدير عباد الله كل مسؤول على جبهته، اللي بغى يحطها في الأرض واللي بغى يحطها في الغيس واللي بغى يخشى في قادو شغلو هذاك، أنا جبهتي مسؤول عليها، من اللي يقصف جبهة كذا راح نبقى عطينا اتساع يشعلوا فينا هادو تاعهم. تدخل اليوتيوب تتلقى العباد، كتلقى راسك واحد كيدوي لك بسميتك انت على راسك، وما يسطوكش هادو، فهمنا؟ فان شاء الله تعالى يكون واحد البث، يعني واحد التسجيل نذكر فيه هذه الامور نوضحها. نرجعوا لقضيه البث المباشر الذي كنا قد يسر الله عز وجل يعني اخراجه مع الدكتور عمرو احمد، وهو من دعاة مصر الشباب يعني الطيب، نحسبه ولا نزكيه على الله. وكان الموضوع حول قضية الفتور، وكان له كلام طيب جدا. الإشكال اللي عندنا دابا شنو هو؟ دابا اللي بغيتوا ترجعوا لهذيك المحاضرة إن شاء الله تعالى، فيها كلام جميل جدا، وهو له مجموعة تسجيلات على اليوتيوب ديال الدكتور عمرو أحمد. المهم عندنا الغرض أن يصل الخير إلى الناس، سميت من وصل ما كاينش إشكال. سميتها فهم الفتور، سلسلة سميتها فهم الفتور، يعني باش الانسان قبل ما يحاول يتغلب على الفتور خصو بعدا يفهم شنو هو ذاك الفتور، واش هو اللي فيه فتور ماشي فتور الى غير ذلك. لكن انا ما اريد قوله،
الله يجازيكم بخير. عدد من الناس يطرحون مثل هذه الأسئلة، الغرض عندهم راه ماشي هو الخروج من حالة الفتور. أنا لا أتهم صاحب السؤال نهائيا، وإنما طرح السؤال ما طرح السؤال إلا أنه إن شاء الله تعالى يريد الخير، ونسأل الله أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه. أنا كان على واحد العدد ديال اللي يطرح السؤال هو من باب الثقافة الذهنية الباردة، عند تسمى راني سولت وخديت جواب، عند تسمى راني سولت وخديت جواب. عرفتي بعض المرات في القسم عرفتوا دوز سواد انتم في الاعدادي وفي الابتدائي، كتلقى بلي الاستاذ راه ما قال لنا والو، وكتلقى واحد تهز يده ويسول استاذ عطيتينا شي تمرين، الاستاذ يقول لي لا راه ما عطيتكم حتى شي تمرين، تيجلس يقول لي صافي استاذ شكرا. هو هذا السؤال زعما ما في اخباروش، راه هو في اخبار والاستاذ ما عطاه حتى تمرين، واكبر دليل هو انه هو ما موجد حتى تمرين، يعني يكون قال لي الاستاذ اعطيتكم التمرين جوج صفحه 18 واش غيدير؟ غيوحل. لكن هو يعلم ان الاستاذ لم يضع اي تمرين للاختبار، فهو يسال هو غير بغى يحس بديك اللقطه ديال راه طرح سؤال والاستاذ دوى معاه وقال ليه شكرا وداو جاب في الهضره. فكاين هذا النوع الذين يطرحون مثل هذه الاسئله. كاين نوع اخر وهذا هو اللي تيهمني، هذا اللي طرح السؤال، اللي طرح لك هذا السؤال هذا، لا هذا انا احسبه انه صادق في طرحي، لذلك وجهتهم ابتداء الى هذه المساله ديال الدكتور عمرو احمد الى اخره. انا بغيت المساله الاخرى، انا هذاك الجزء اللي في النص اللي في الوسط، هؤلاء يطرحون السؤال وهم صادقون في طرحهم ويعانون فعلا من الفتور، لكن الإشكال الكبير شنو هو؟ الإشكال الكبير هو أنهم ألفوا الوجبات الجاهزة. هو بغاني في هذا المجلس هذا ملي نقول ليه الفتور نقول ليه اش غدير، غادي تقول سبحان الله واحد 33 مرة، وقبل ما تنعس غدير معلقة ديال العسل ديرها في شوية ديال الماء سخون وتشربها، والصباح ملي تفيق الفجر قول انا نعطيك واحد الصيغه ديال واحد الدعاء، قولوا في السجود ديال الركعه الثانيه ديال الفجر وغادي تولي بخير وعلى الشريف. المعلبات والاكلات الجاهزه ما عطاهاش النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وهم افضل مني ومنك ومن سائر الناس الا من الانبياء. عاد باش كتسنى من ياسين العمري هو اللي عطاك وجبه جاهزه ديرها اليوم وتحيد الفطور، والله ما عرقتي ونشفتي عليها الا حيد شي فطور. باش نجيك من الاخر، ملي النبي عليه الصلاه والسلام تلقى واحد الراجل حاط يده على خده بحال هكا ويبدو عليه الهم، قال له ما يهمك يا فلان؟ قال يا رسول الله ديون اثقلتني. شي ديون؟ قال لي وليت نحشم كاع ندوز من حدا الديور ديال مهديها. فقال له الا ادلك على دعاء ان قلته قضى الله عنك دينك وأذهب الله همك؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أصبحت وأمسيت فقل، إذا أصبحت فقل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. هو أعطاه دعاء وقال ليه سيقضي الله دينك، ما قالش ليه راه ملي غتقول هاد الدعاء غيدقوا عليك ثلاثة الناس كل واحد غيعطيك كذا كيف سيقضى الدين؟ هذا أمر الله. هو أعطاه دعاء وما قالش يكثر عليه في الهضرة قول الدعاء من قلبك ولا قولوا في الساعة الفلان فلانية من الليلة الفلان فلانية. قلب أنت على أوقات الاستجابة ضرب عليها تمارة تعرفها، قلب أنت على قلبك ديك الساعة أنت يقول هذاك الدعاء بصدق، قلب على الحالة اللي غتكون فيها في لحظة الصفاء بينك وبين الله عز وجل، ولا تنتظر أن تجرب الله، وهذا من أقبح ما صار يصير لنا، من أقبح ما بدأ يصير لنا. شنو هو؟ نتعامل مع الله وكأنه سبحانه جل في علاه وحاشاه، كأنه ذاك الموزع ديال الوجبات أو القهوة أو شيء من هذا القبيل. تلقى واحد الآنة وقائمة بعد واحد واقفة عمودية، وأنت تضع فيها القطع النقدية بحسب هي بشحال كتشتغل، 3 دراهم 4 دراهم تزيد وتنقص، تدير فيها القطع النقدية ثم تضغط على الزر وانت تنتظر القهوه ديالك تخرج بحسب الشكل ديال القهوه الذي تريد. بغيتي قهوه بالفستق، بغيتي قهوه بالبندق، بغيتي قهوه بالبربق، الله اعلم اش هذيك القهوه اللي كتخرج لك انت. المهم انت بغيتها بواحد القهوه بواحد الشكل معين، الله عز وجل لا يتعامل معه هكذا، لا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالدخول عليه دخول المتغطرس المتعجرف الآمر الذي يأخذ ما يريد دون أن يشكر، وإذا لم يعط ما يريد كما يريد يجزع ويتذمر.
ماذا تظن ربك عز وجل يخفى عليه ما يقع في قلبك وأنت ترفع يديك إليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ملي كانوا جاوه الناس ديال في بيعة العقبة الكبرى، ملي جاوا الأنصار وبغاو يبايعوه، أهل المدينة بين أوس وخزرج جاوا بغاو يبايعوه، قال لهم تبايعونني على أن تفعلوا وتفعلوا 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 وتفعلوا، وفي الآخر قالوا لي يا رسول الله إن نحن فعلنا هذا ما لنا؟ قال ولكم الجنة، لا نربط أحدا بدنيا ولكم الجنة، يربطهم صلى الله عليه وسلم بالآخرة. إذا قضية الفتور هذه تحتاج ابتداء إلى إعادة نظر في مواطن الخلل. كنقولوا كاين الفتور بغينا نحيدوه بشي حاجة، الفتور ما تتحيدش من برا، الفتور تتحيد من الداخل. أين موطن الخلل عندي وعندك؟ كنحس بفتور في الصلاة وما بقاش عندي الخشوع، تسأل نفسك. واحد مقيم على الذنوب، مقيم على الأغاني، من بعد ما كان عاطيها للقرآن وكذا إلى آخره، شوية بدل كيميل جهة الأناشيد، شوية ما فيها بس الأناشيد بالمعازف، غير الدف، شوية من الدف دزنا للكمانجة، من الكمانجة دزنا ما عرف شنو هذاك، شوية بدينا كنرجعوا اليمن على اليسار، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، شوية ولينا في الدقيق هي، شوية عساوة، شوية رجعنا عاوتاني فين كنا. يقول لك الفطور والصلاة ما عادش طاري فيها، راه مخك ما عادش طاري فيه قبل من الصلاة. القضية ديال بنادم مقيم على ذنوب الغيبة والنميمة وتظن زعما هذا يعني يمشي يذهب هكذا، نهار ما طال قلبك هز فيه جوج سيوفه وتتسنى متى تبدأ المعركة على الفيسبوك حتى أدخل مضمارها، وبغيتي الخشوع يجيك في الصلاة؟ أنت تحمل في قلبك استعدادا لمجادلة المسلمين، في حين أنه تلاحى شخصان على باب النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة التي خرج فيها يريد أن يعلم أمته بليلة القدر متى هي من رمضان. فوجد صحابيين يتلاحان عند بابه تجادلوا، لا والله لا والله ما أنا لا بسمته، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المنظر ثم دخل. فلما دخل أنسيها رفعت بسبب ملاحات صحابيين جليلين عند باب بيته صلى الله عليه وسلم، رفع زمن ليلة القدر من قدر الله حتى يجتهد الناس، المهم حل الشاهد عندنا أنها ترفع. طيب كم رفع من قلبك من الخشوع وأنت تحمل في قلبك استعدادا لمجادلة الناس؟ لا والو، أنا بابا هذه القضية ديال المولد النموي غادي نربجها، ما بدعة ماشي بدعة، هز حط لا غادي نحتفلوا انتوما يا المتشددين، الا غادي سميتو ما نحتفلوش انتم يا المبتدعين، اضرب فيا نضرب فيك. شريف كظن زعما انه اللي غيجلس يتجادل هو وياك في الفيسبوك يريد حقا؟ تظن فعلا؟ انا نقول لك الفيسبوك حليته، اسمعني مزيان وطرت قولني، الفيسبوك حليته في 2006، ربما انت ديك الساعه باقي الله عندك 12 عام ولا 10 سنين. 2006 فتحت لنا حساب في الفيسبوك، وهذا ليس مما يفخر به، أنا غير سنعطيك تاريخ، وصرت أنشط فيه شيئا فشيئا، قرأت تقريبا 2009 إلى يومنا هذا، ما رأيت تعليقا واحدا يذكر فيه مجادل لمن يجادله يقول له فيه أما هذه فقد خرجت منها وتبت إلى الله. خديتها من عندي، نطلب من الله عز وجل أنك تأخذها بقلبك. يعني الدخول في الجدال وفي المهاترات هذا راه لا يرفع فقط الخشوع من قلبك، لا هذا الا باقي ما زلت تصلي انت في المسجد ما تقولها لحد بسبب هذه المصيبه. اذا اشكال فين عندك؟ جددوا الايمان في قلوبكم، اين حظك من الذكر؟ اسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. وجاء في الحديث الاخر كيف نجدد الايمان في قلوبنا؟ قال قولوا لا اله الا الله، يعني اكثروا من ذكرها. حظك من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال في النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبي بن كعب، قاله إذا يكفى همك ويغفر ذنبك، همك أنت الآن أن تنزع الفتور من 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 على حالتك النفسية وحالتك يعني حالة عبادتك، ياك أين حظك من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهمنا؟ مسألة خصها خدمة، خصك تعرف قلت نشوف عليها شي شوية، لكن مش تعرف قلت نشوف عليها من ناحية الكم، خصك تعرف قلت نشوف عليها كذا من ناحية الكيف، ترجع إلى جذور المشكل. فين عندك أنت الجذر ديال المشكل؟
راه ممكن. انا ارشدك الكتاب ديال الخشوع في الصلاه للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قراه، من رساله صغيره يسيره وسهله تقراها. كاين كتاب اسرار الصلاه ديال ابن القيم رحمه الله، وهو جزء ماخوذ من مدارس السالكين من منزله السماع، ودار فيها سميته اسرار الصلاه. قراه، فيه ما يدار. قرا كتاب قناديل الصلاه للدكتور فريد الانصاري رحمه الله، قراه، فيه ما يدار. قرا جماليه الدين، قرا الدين هو الصلاه والسجود لله هو باب الفرج، كتاب ديال الدكتور فريد الانصاري. قرا ميثاق العهد، قرا كتاب جماليه الدين، هذو كلهم من الكتب الاخرين اللي قلت لكم ديال الدكتور فريد الانصاري. قرا هادشي. انا نقول لك هادشي، لكن هادشي غادي يخدم، يحاول يخدم عليك من برا، لكن انت خصك تقلع هذوك الجذور ديال الاشكالات، خصك تقلعهم من الداخل. ونسال الله عز وجل التوفيق والسداد. لعل في هذا القدر كفايه، لعل في هذا القدر كفايه فيما يتعلق بهذه النقطه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا عنا شيخ. آمين. وصلت محاضرتنا إلى ختامها، نختمها بدعاء إن حفظكم شاء الله. الله. الحمد خير لله، شكرا. الله يجزيك بخير. سير 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 سير، دعيت الله يرضيك. الحمد لله كثيرا كما ينعم كثيرا، كما ينعم كثيرا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتمها. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن الوجه الذي يرضيك. واجعله اللهم سائقا لنا إلى جنات النعيم. اللهم فرج عن المسلمين والمسلمات في كل مكان، وانصرهم أنت خير الناصرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.